فريق ما يأدي، فريق يا ريت العب وبعدين بنقول لك والله العتب ما على ما قصرتم، ما في لعب، ما في هجوم، ما في شيء بسيط، فريق كنا سامحونا اقول الكلمه كنا من الفريق كنا دوري تلوم المدرب هي مدرب واللاعبين والاداره اللاعبين اللاعبين احنا نشوف انه ما عليهم عتب. انت ايش رايك؟ انا اقول لك والله في لاعبين اقول لهم بيض الله وجوهكم ما قصرتوا مع السلامه، خلينا نكون واقعيين، مو كل لاعب يقدر يلعب يا جماعه، في لاعبين ما يقدرون يلعبون ما يلعبون خلاص. انت عارف وضعنا؟ عارف وضعنا ابو حسام، انت شايف وضعنا؟ شوف بقول لك والله سنتين سمعني والله الكويت عارف يحطون في لاعبين شباب انه يبون نتيجه احسن من مننا، ايش رايك؟ في لاعبين لو سمحت ابو حسام وكلمه واحده حسام تفضل تفضل كمل ابو حسام كمل ابو حسام تفضل لان بيدودحني لا 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 كمل انا اقول ولازم نقطه مهمه امس نقطه انا اقول لك جمهور الكويت جمهور الكويت والله ارفع هاي صحيح والله تسلم والله ارفع لانه ما قصروا جمهور ترس الملعب بيض الله وجههم رغم الخساره اول مباراه يا المباراه الثانيه من توقع انه يجون حبهم حق الفريق حبهم يبون البطوله اعطني قالك انا احط لك هلا حبيبي بشكر والله حبيبي تسلم والله تسلم حبيبي اسمح حبيبي هذا قالك انا استاذ وهذا رد من الجمهور حبيبي انا بالنهايه من جمهور الازرق يعني حبيبي عزيز يا ابو حسام بس نعدل الناس بعد شوي ما انت معلي انت زين بكل حالاتك معلي انا كل حلو اللي طلعت الحين طلعت بكلام كثير وكلام مهم من وجهه نظرك لكن انت تحط العتب الاول على المدرب احسن